تاخدش الدواء ليه يا عم سيد؟ خدته يا دكتور. خدته النهارده؟ لا. ليه لا؟ الدواء خلص يا بيه. لا لازم تكرره وتستمر عليه. هشتريه لما ربنا يفرجه. الأدوية يا عم سيد تاخدها بموعدها تمام، وتبقى تجيني علشان أشوفك إن شاء الله هتبقى كويس. ربنا يخليك يا دكتور أحمد ويعلي مرتبك. اتفضل يا استاذ. يا باشمهندس الكشف بالدور ولا مش بالدور؟ ده احنا قاعدين من الصبح. واحنا كمان قاعدين هنا قبليه. ده كشف مخصوص يا سيدي. مخصوص. اهلا يا عماد. اهلا اهلا يا احمد. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه اللي جابك هنا؟ تعبان يا اخي وجاي لك تكشف عليا. منشور. طبعه وتسلمه بمعرفتك. بس الميعاد كان امبارح. الظروف كانت وحشه. عشان كده تحملت المسؤوليه وجيت نفسي. ايه مالك صوتك متغير؟ في حاجه مش مريحاني. الحمله ضدنا زادت والاعتقالات كترت. الخوف لحد من المعتقلين يتكلم. الاحتمال موجود. لازم نتصرف. الاجتماع الجاي هنناقش ظروف المرحله الجايه كلها. وامتى الاجتماع ده؟ مش عارف. انا هتصل بجميع الزملاء ومسافر اسكندريه بكره مخصوص عشان الحكايه دي. لما نتفق على ميعاد لا. لو حسن اخوك يساعدنا. لا 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 سيبك من حسن، حسن مرخوم في الجورنال ومالوش في المسائل بتاعتنا دي. طب سلام. مع السلامه. يا ريس الموضوع جاهز اهو، محدش عايز مني حاجة؟ انطلق انا بقى. السلام عليكم. هي يا ابو علي ما سمعتش حاجة الدكتور؟ ما اسمعش دكتور اخويا، انت عايز تلبسني ولا ايه؟ السلام عليكم.
ولا ايه هو حصل في الدنيا ايه؟
تحملي لحد ما تظهر صور الأشعة ونشوف. أنا تعبانة وعايزة أستريح. الحقنة اللي خدتيها هتخليكي تنامي وعايزة تستريح. أنام فين؟ هنا؟ مش ممكن، لازم أروح. لا جدعاني بقى سعاد، كل ده لمصلحتي. طب وبابا؟ بابا يقول إيه وغير؟ ما تخافيش على بابا، بابا معانا هنا هتاخد بالها منه. ونانا هتعرف تعمل إيه بس يا حسن؟ النبي حسن يلا نروح. أنت مش قلت إن سعاد جاية وراكي؟ آه ما هي زمانها جاية دلوقتي. طب شوفي بقى الشيخ زكريا داخل على الجديد إزاي. عزيزة شاب والله شاب شاب وشبابنا واضرة تسحر. نعم انت مش قلتي سعاد هتيجي مع حسن؟ ايوه. طب انا ما بقولش ليه؟ زمانهم جايين، انت عايز حاجة اعملها لك؟ لا يعني كنت بسأل. قول. عزيزة شاب والله شاب شاب وشباب، مش تقول معايا. يلا عزيزة شاب والله شابة شابة وشباب نواضرة تسحر للباب وضفايرة عند الكعب ومباسمة خمرة وشرب قمرة ليلة عشرة واتنين. يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين. الله 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 يا ست، طول عمرك بتربطي ألحان الشيخ زكريا مظبوط قوي. البركة فيك يا أستاذ علي. فاكر لما كنت لسه شابة صغيرة وجاية من طنطا جديد وابتديت أغني في الكورس؟ أقول لك أنت كان زماني لحد دلوقتي بنت من بتوع الكورس. الله يكبر بخاطرك يا سيدي. مين يا ترى دلوقتي؟ سعاد جت. سعاد فين؟ ما جاتش معاك ليه يا حسن؟ لا امال سعاد ما جاتش ليه؟ سعاد نقلناها المستشفى. المستشفى؟ يا نهار اسود، مستشفى ايه؟ لا صلي على النبي. بنت حبيبتي ودوني عندها حالة. صلي على النبي، انت راجل مؤمن. ازاي تسيبها لوحدها يا حسن؟ ابو سيدك يا ابني ودوني البنت حالة. ايه يا استاذ عفيفي؟ سعاد دلوقتي نايمة في المستشفى. حاجة بسيطة يا اخي، اتخبطت في رجلها وبكرة هتكون عندك. عايز تروح لها ليه؟ عشان تقليها؟ الدكتور احمد اخويا الاستاذ عفيفي والد سعاد. مدام نانا دكتور احمد. تشرفنا يا دكتور. الاشعه مش مبينه حاجه في الركبه، انما اكيد عندها ميه. الحمد لله دي عمليه بسيطه. عمليه؟ ايوه لازم عمليه، ده العلاج الوحيد. ضروري العمليه دي يعني؟ مش ضروري. لا ضروري، وبلاش دلع بقى يا سعاد. وانا من رايي انها تتعمل في انجلترا، في امريكا، في اي حته في العالم، وما تحمليش هم، المصاريف كلها عليا انا. يا مدام سعاد دي خطيبتي انا، وانا المسؤول عنها، انا هدفع كل المصاريف. طب وبابا؟ يعني اسيب بابا لوحده؟ لا 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 ما تحمليش هم يا بنتي يا سعاد، انا صحتي زي الفل، المهم عندي صحتك ومستقبلك. انا مش هسافر، مش عايزه اعمل عمليه يا بابا. جرى ايه يا سعاد؟ ايه ده العيال ده؟ مش عايزه تعمل عمليه ليه؟ مش عايزه وخلاص. لا 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 ايه يا جماعه، ما فيش سفر ولا حاجه، دي عمليه بسيطه جدا بتتعمل في مصر وهتخف بسرعه، هيشيلوا شويه ميه من ركبتك. انا مش عايزه حاجه ابدا، رجلي بقت كويسه مش محتاجه عمليه ولا حاجه، ده انا حتى دهنتها ابو شنب وبقت هايله. بصي والنبي يا نانا بصي، صدقني يا حسن. برضه لازم اعمل عمليه. سعاد في ايه يا سعاد؟ يا الرأس مسنينة. استريح حبيبتي، استريح استريح، افرد رجليك. مش هتديني حقنة يا دكتور؟ من فضلكوا سيبوني انا وسعاد شوية. طيب حاضر، ان شاء الله بينا احنا. ليه بتعملي في نفسك كده يا سعاد؟ عملت ايه؟ انا عارف كل حاجة. عارف ايه؟ المورفين. مورفين فين؟ مورفين ايه؟ المورفين اللي بتاخديه في العرق. انا؟ ابدا. وايه ده؟
سعاد، أنا دكتور وعايزك تقولي لي كل حاجة. قولي. أنا ركبتي تعبانة من سنة تقريبا. باين في الأشعة. وبابا يعني عي، وكنت مضطرة أخد يوم وأسهر معاه للصبح، وبعدين أروح أتمرن وأرقص وأرجع تاني أسهر معاه. بقيت أخد حبوب عشان أسهر، وبعدين حبوب عشان أعرف أنام، وبعدين حبوب عشان أسهر، وبعدين حبوب عشان أنام، وبعدين بقيت أخد الحقن عشان ركبتي بتوجعني وأنا برقص، وأنا لازم أرقص. ومع الوقت حقنة واحدة بقت مش كفاية، مش كده؟ حسن يعرف؟ لا، حسن ما يعرفش ومش لازم يعرف أبدا. مين اللي بيجيب لك الحقن؟ أنا بشتغل في صالة يا دكتور، ولاد الحلال كتير. أنا هقول لحسن يا سعاد. حسن. وهقول لوالدك. لا يا لا، اوعى تقول لبابا، ده جايز يموت فيها. لا بابا لا. حياتك انت اللي في خطر، مش معقول اشوفك في الحاله دي واسكت. طب لو قلت لك، لو قلت لك ان انا هبطل خالص ما تقولوش؟ ها ما تقولوش. هتبطلي ازاي؟ قول لي انت ازاي وانا اعمل زي ما بتقول. هي طريقه واحده ما فيش غيرها، انك تقتنع بينك وبين نفسك ان حياتك في خطر، وعشان تنقذيها لازم تدخلي في معركه ضد الادمان ده، معركه حياه وموت. سلاحك الوحيد فيها هو إرادتك أنت. طبعا معركة هيبقى كلها ألم وتعب وعذاب شديد، لو قدرت تتحمليه هتعدي الأزمة وتنتصر إرادتك وتبقي اتغلبتي تماما على حكاية الإدمان دي، وإلا هتفضلي طول عمرك عبدة للمورفين من غير ولا أدوية ولا دكاترة ولا حاجة. إرادتك هي الأدوية والدكاترة وكل حاجة. طب ما تقولش لباب. مش هقوله لو توعديني. خلاص يا دكتور اوعدك. سعاد انا عندي استعداد اني اصدقك، وارجو اني ما اطلعش غلطان. طيب نام انت دلوقتي. ممكن توصلني يا دكتور؟ أوي أوي، اتفضل. استعبدوا. أيوة يا فندم. اسبقني بالعربية على البيت. حاضر. شايفك قلقان أوي على سعاد. البنت دي مش لازم ترقص لغاية ما تعمل العملية. وبعد العملية ممكن ترقص؟ جايز أه وجايز لأ. يا خبر، ده الرقص هو كل حياتها. سعاد لو ما رقصتش يبقى ضاع مستقبلها. احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه وربنا يشفيها. بتحب المغنى؟ اه طبعا بحبه طبعا. سمعتني بغني؟ للاسف لا. طب انا هغني الليله وعزمك تسمعني. يا ريت. هتيجي؟ اه طبعا. اوعى تنسى. ان شاء الله مش هنسى. حضرتك ساكنه فين؟ زمالك. مبسوطه اسمعك في الصبح.
بموت في بنتها. اتفضل يا ابني. اهلا وسهلا. أهلا. انت منورنا. ان شاء الله الاكل يعجبك. اسلم ايديك يا حماتي. اسلم لي حبيبي. قولي لي بقى يا حماتي. نعمين. امتى بقى هتيجي حماتي بصحيح؟ يلا يا اخويا ان شاء الله من بكره. اهو البيت اللي ساعة 2 دي ساعة 3. ايه رايك يا دكتوره؟ ما انت عارف رايي كويس. لما نشتري شقه الاول ونفرشها. ثم انت مستعجل على ايه؟ اتفضلي يا حماد. المستعجل ليه؟ بالذمه ده سؤال. يا ستي على ما نشتري شقه نقعد هنا شويه عندي شويه تفرق ايه يعني؟ تفرق كتير قوي. لازم الشقه تبقى بتاعتي انا وافرشها على مزاجي انا. انما لو قعدنا هنا خليني بقى على الدكتور ما يدور على شقه ويفرشها. يوه تبقى شغلانه. ما انا عندي شقتي. شقتك هتسيبها لحسن لما يتجوز يقعد فيها. لو كان ابوك عايش كان زمانك دلوقتي متجوزه ومخلفه. اولا بابا ما كانش هيرضى يعيش في القاهره ابدا. كنت انا بقى هفتح عياده في طنطا في السودان زي بعضه. وراكي وراكي. وثانيا بابا ما كانش هيرضى يرفض لي طلب. كان هيدور لي على شقه ويعمل لي كل حاجه في الدنيا عشان يريحني. خلاص يا حبيبتي انا هقلب الدنيا واشتري شقه وافرشها. هعمل كل اللي يعجبك. وكمان نبقى نفرش اوضه لحماتي عشان تبقى تجي لنا وقت ما تحب. ربنا يقدرك يا ابني. مورفين؟ ساعات بتاخد مورفين؟ ايوه ولما ما تلاقيش المورفين بتستخدم حاجات تانية زي الماكس كونفورت وحاجات توصل للجنون. انت بتتكلم عن سعاد مين؟ سعاد بتاعتنا؟ أيوة. سعاد بنت عم عفيفي؟ ايوه. ومن امتى بتاخد المورفين ده؟ اصابه سعاد قديمه يا حسن وكانت مخبياها عن الكل. استخدمت المورفين عشان تقدر ترقص لحد ما ادمنت. ازاي انا ما اعرفش الحاجات دي كلها؟ المدمن ده بيبقى لئيم جدا بيستغل كل لقمه في ازاي يخبي على اللي حواليه خصوصا حبايب ابو علي. مش معقول انا ما اعرفش الحاجات دي كلها. انا هتجنن. لا 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 ابو علي انت لازم تحافظ على كل عقلك وتفكيرك عشان تقدر تنقذها وتساعدها. لازم تفتح عينيك كويس قوي وتقف جنبها. سعاد دلوقتي مش في حاله طبيعيه. هتكذب وهتقول لك انها بطلت. يعني مهمتك بقت صعبه. مفيش حد هيقدر يتحمل ظروفها دي الا انسان يكون بيحبها جدا وهي كمان تكون بتحبه. يعني انت يا ابو علي. ولا ما باخدش. بتاخدي حقن وبتاخدي برسام كده. لا ما باخدش. كلكم كذابين. يعني احمد كذاب والدكتور بتاع المستشفى كذاب والتقارير كلها كذب كذب. انت اللي كذابه وستين كذابه كمان. بس يا سعاد. بس يا حبيبتي. بس يا حبيبتي. كفايه. هدي نفسك. ليه خبيتي عليا يا سعاد؟ ليه ما قلتليش؟ ليه استحملتي العذاب والألم ده كله لوحدك؟ ما كنتش عايزة أشيلك هم في همومك. هموم الدنيا كلها تهون بس نخلص من المصيبة دي. أنا اللي وقعت نفسي في المصيبة دي وأنا اللي هبطل بنفسي. مش سهل أوي إنك تبطلي بالشكل ده يا سعاد. أنا ما عملتش كده إلا عشان أرقص. بطل. مش بسهولة دي. أنا قلت هبطل يعني هبطل. دي مشكلتي فأنا هحلها بنفسي. دي مشكلتنا إحنا الاتنين يا سعاد. أنت مش عايزني أخف. طب أنا تعبانة حسن سيبني بس أريح شوية. ها أنا تعبانة عايزة أنام. طيب نام. أنا هفوت عليك بكرة.
معلش يا سعاد يا بنتي، ما تزعليش من حسن، ده بيحبك وقلبه عليك. مش عايزه اشوفه. اسمعي كلام واسمعي كلام. انا مش همشي من هنا، من هنا ورايح ماليش شغلانه غيرك انت. انا هاخد اجازه من الشغل. لا هاخد اجازه من الدنيا كلها. لا ما اشوف بقى هتعملي ايه. وانا يا سام بالتحديد. ها حضرتك طارق حسن بيه؟ لا متشكر يا دكتور. انا صباح الخير يا ابو علي. ازي سعاد؟ يعني قولي عملت ايه؟ الدكتور تحت امرك في اي وقت والمستشفى جاهزه. تالي هنضطر ناجل حكايه العمليه دي شويه لغايه لما نشوف الحكايه الثانيه دي. وايه اخبار الحكايه الثانيه؟ مفيش اي تقدم. لسه بتاخد الحقن؟ قدامنا ما بتاخدهاش طبعا، لكن مين عارف لما بتبقى لوحدها بتعمل ايه؟ اسمع حسن، انت لازم تضمن انها ما تحصلش على الحقن دي مهما عملت، تكسر تعيط تصرخ ولا يهمك، انت لازم تجمد. المهم مش انا يا احمد، ربنا يكون في عونها هي، خصوصا لما بتجيلها حالات الهستيريا دي تبقى زي المجنونه. حقنه واحده ولا برشامه واحده توصل لايدها معناها ان كل الجهد اللي عملناه ده ينهار. فتح عينك يا حسن وامنع اي حد غريب يتصل بيك. ربنا يستر. انا وابوها بنتناوب عليها وديات، هو شويه وانا شويه. اهلا اهلا يا بابا. صباح الخير. ايه اللي جابك بدري كده؟ معايا ليك رساله. ازيك يا فاطمه؟ اهلا. ازيك يا ابو علي؟ وازاي سعاد؟ انا قلت لفاطمه. انا قلت يمكن سعاد ما تحبش حد يشوفها في الحاله دي، عشان كده ما زرتهاش. عملت طيب. كويس اني لحقتك قبل ما تنزل. ما قلتليش رساله من مين؟ من الدكتور خالد شعبان، فات عليا في الكليه وقال لي بلغلك بنفسي مش بالتليفون. خير؟ بيقول لك ان اجتماع الليله اتاجل لبكره بالليل. ليه؟ ما قاليش اكتر من كده. اجتماع ايه ده يا احمد؟ ما دام فيها الدكتور خالد يبقى اجتماع سياسي. فاطمه من حقها تعرف انت بتعمل ايه مع الدكتور خالد والناس اللي معاه. الدكتور خالد استاذ كبير وراجل وطني. الدكتور خالد ده طول عمره بتاع مؤامرات واغتيالات سياسيه. ما كنت شغال معاه يا حسن؟ كنت، ولما عرفت اللي هما بيعملوه بعدت عنه. خفت على روحك؟ ما خفتش على روحي ولا حاجه. انت عارف ان انا طول عمري ضد الحاجات دي. خلاص يا ابو علي، سيب الناس في حالها وخليك في حالك. يعني كلام حسن مظبوط؟ طبعا مظبوط، وايه اللي ما كنتش قلته؟ ده كلام خطير يا احمد. ما انت عارف ان ليها مبادئ سياسيه. اللي بيقوله حسن ده مش مجرد مبادئ. الافكار والمبادئ مفيش خلاف عليها. انا مؤمن زيه بنفس المبادئ وبنفس الافكار. لكن الخلاف على الوسائل العنيفه. التخريب والاغتيالات والبتر احيانا بيبقى هو الوسيله الوحيده لعلاج الجسم المريض. الكلام ده في الطب والجراحه يا دكتور. ما تفرقش. المهم سلامة الجسم كله مهما كانت التضحيات. التضحيات دي معناها التخريب، والقتل جريمة. جريمة بتحرمها كل القوانين السماوية والوضعية. ده رأيك. إنما في ناس تانيين غيرك لهم رأي تاني. الناس زي مين يعني؟ دكتور خالد مثلا؟ وزيك زمان أيام ما كنت طالب. كنت لسه بتحب البلد وحرية البلد. وكنت مستعد تضحي بنفسك عشانها. فاكر يا حسن؟ أيوه فاكر. ولسه مستعد أضحي بنفسي لغاية دلوقتي عشان بلدي. أمال إيه اللي حصل؟ الحياة والسكر كل ليلة في الكازينو نسوك. أنا ما بروحش كبريا عشان أسكر يا أحمد، أنا بروح عشان سعاد. ومع ذلك أنا لو عايز أسكر ممكن أسكر في أي حتة. أنا آسف يا أبو علي. بالعكس، أنت فتحت عيني على حقيقة كانت غايبة عني. يا ترى أنا صحيح بروح الكازينو عشان أسكر ولا علشان أشوف سعاد؟ إذنك أنا داخل نام. اهلا وسهلا يا دكتوره، اتفضلي. اهلا يا بطه. ايه ده؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ انت مش وعدتني نصحى سوا النهارده؟ اه يا صحيح.
معلش حبيبتي، اصل مشغول شويه الليله دي. انت على طول مشغول؟ عندي اجتماع مهم الساعه 9. اجتماع سياسي يعني؟ يا ريتني ما لبست ولا تعبت نفسي. انا ماشيه. طيب استني بس. طيب معلش، لو خلصت بدري هنسهر، لو ما قدرتش يبقى عليا ليك سهر. انت عليك لغايه دلوقتي 1000 سهر. معلش يا حبيبتي، الحساب يجمع. الو، ايوه انا دكتور احمد. اهلا يا مدام نانا، تحت امرك. امتى الليله دي؟ ليه خير، سلامتك. طيب حاضر، بعد العياده هفوت عليكي. مع السلامه. دي مدام نانا صاحبتي الكازينو اللي بتشتغل فيه سعاد. مالها؟ تعبانه، بتشتكي من جنبها اليمين. مش معنى دي اللي هتروح لها البيت؟ يعني هي ست تعبانه ومش هقعد معاها كتير، غايته 10 دقائق ربع ساعه وبعدين ابقى الحق معادي. طب خلص اللي وراك وانا هستناك في البيت. هنسهر يعني هنسهر. انا يا روحي. ولا نسينا ولا انتبه هنا يا مدام. وصل امتى؟ دلوقتي حالا ومستني في الصالون. يا دكتور احمد. مين ده الدكتور احمد؟ ده الدكتور بتاعي. الدكتور بتاعك اسمه سلامة؟ ده احسن من سلامة. سلامتك، في ايه؟ تعبانة شوية يا رفعت، وعشان كده مش هنزل الصالة الليلة. لا سلامتك. طيب ما اتكلمتيش ليه؟ كنت ابعت لك قرط الدكاتره. لا الحكايه مش مستاهله. ده شويه نغز كده في جنبي. سلامتك سلامتك. الدكتور جاي امتى؟ زمانه جاي كده. طيب هستاذن انا امشي وهبقى اتصل بيكي في التليفون. كالعاده كل ما تجيني وتلاقي حد عندي او تعرف ان حد جاي لي تاخد بعضك وتمشي. انت عارفه ان مركزي حساس ما يصحش حد يعرف حاجة عن شؤوني الخاصة، وخصوصا الخاصة قوي. انت عارفة انا قد ايه بحبك. ومراتك تنكر انك بترتعش منها؟ ما انكرش اني بخاف من الفضيحة. مراتي لو عرفت حاجة عني ممكن تمسحني وتضيع السلطة اللي في ايدي. ما تخافش يا رفعت، انا بنت بلد، اللي يحبني عمري ما ضر. لا مفيش حاجة، ده انت كويسة خالص. مفيش حاجة. كويسة ازاي؟ ده انا ما بنامش بالليل من الوجع. معلش انا هكتب لك شوية حاجات هتريحك قوي، ويا ريت تخفي الشرب شوية. بس انا ما بشربش. حقيقي؟ ها؟ ما بحبش طعم الخمر. عندك حق. اصلها بتدوخني. ده الناس بيشربوها عشان يدوخوا. بس انا ما بحبش ادوخ. تبقي شاطرة. وما احبش اللي يدوخني. متهيألي مفيش حد يقدر يدوخك. بقول ايه؟ نعم. تيجي نتكلم بصراحة من غير لف ولا دوران. أوي أوي. أنت طبعا عارف إن أنا مش عيانة. طبعا عارف. تبقى عارف أنا عايزة أقول ايه؟ الحقيقة مش واخد بالي. وعشان خاطر الحقيقة مدام اسمي نوال، ولما بيدلعوني بيقولوا لي يا نانا. اه ايه مكسوف؟ لا هتكسف منين؟ احنا مش اتفقنا نتكلم بصراحة؟ اه
ايوه بس حضرتك ما قلتيش اي حاجه. ياه كل اللي قلته ده وما قلتش حاجه. معلش يبقى لازم انا بقى ايه اللي بفهم بصعوبه. طب بقول ايه؟ انا مش هروح الصاله الليله. تيجي نخرج نسهر سوا؟ معلش انا اصلا لازم. طب بلاش نخرج. نسهر هنا في البيت؟ يعني الحقيقه انا مواعيدي مرتبط بشويه مواعيد وما يعني كده. انا طلبت منك نخرج سوا ما رضيتش. معلش بس خليك فاكرها. معلش خليها مره ثانيه. صباح الخير دكتور. شغل التليفون. تكلمتيني امتى؟ كلمتك من شويه. يمكن التليفون خسران ويمكن التليفون سليم. الحكايه اخطر من كده فاطمه. عايز تقول ايه؟ انا رحت متاخر شويه يا عم عادي، لقيت المجموعه كلها مقبوض عليها. مقبوض عليهم؟ ايوه. يعني لو كنت رحت بدري شويه كانوا خدوك معاهم. طبعا طبعا. ايه الحكايه يا احمد؟ يعني كلام حسن مظبوط؟ تنوي تودي روحك في داهيه؟ مش وقت الكلام في الموضوع ده يا فاطمه. امال الوقت امتى؟ لما لقاك مرمي في السجن. سجن ايه بس؟ ما انا قاعد قدامك اهو وبعدين معاكي. والتليفون؟ انا متاكده بقى ان في حد رفع السماعه، واول ما سمع صوتي قفل السكه تاني. يلا يلا يلا، تفضل تفضل.
ايه الحكايه؟ عرفت اعتقلوه ليه؟ مين قالك انهم اعتقلوه؟ جبت الكلام ده منين؟ مش يمكن مسافر ولا حاجه؟ احمد كان عندنا امبارح بالليل وقال انه هيكلمني اول ما يروح البيت. ما اتكلمش، فضلت اطلبه ومحدش بيرد. النهارده الصبح رحت العياده ما راحش. رحت البيت بواب العماره قال لي انه نزل مع ثلاث رجاله في عربيه سودا ومحدش شافه من ساعتها. يبقى اعتقلوه ولا لا؟ اعتقلوه. ارجع الجورنال يا اسطى. اطلع المحافظه. انا اسف يا استاذ حسن، هنا مش جيت الاختصاص. ممكن سيادتك تسال عنه في قسم البوليس اللي سكنه تابع له. انا ما اعرفش حاجه. يعني ايه ما تعرفش؟ ما اعرفش. امال مين اللي يعرف؟ بقول لك ما اعرفش. يعني اخويا اتبخر جاب في الهوا، راجل يختفي فجاه من الدنيا والبوليس ما اعرفش حاجه، يبقى راح فين؟ الارض بلعته. يا استاذ اعمل معروف، انا مش فاضي، عندي شغل. ده شغلك انت يا سياده المامور. امال انت قاعد على المكتب بتعمل ايه؟ انت بتستفزني. انا استحملتك بما فيه الكفايه عشان خاطر ظروفكم. اي كلمه زياده مش هيحصل. طيب مع السلامه. مع السلامه. الخبر ده ما اتنشرش انا ارفض اشتغل في الجورنال. واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، ترفدوني تجبروني على الاستقاله زي ما انتوا عايزين. يا حسن في ناس كتير اتقبض عليهم ومحدش نشر عنهم اي خبر، ولا يعنيك منه اخوه. انا بتكلم عن قضيه عامه، الحقيقه لازم الناس تعرفها. اذا الخبر ده ما اتنشرش اي انسان معرض يتخطف في اي لحظه ويختفي في اي لحظه ومحدش يعرف عنه اي حاجه. انت عاوز تحبسنا كلنا؟ خبر زي ده لو اتنشر ممكن يقعدنا كلنا في بيوتنا. ممكن انا اكون ضحيه الخبر ده، وممكن انت تكون الضحيه، وممكن الجورنال يتقفل، لكن الاهم منك ومني ومن الجورنال الناس لازم تعرف اللي بيحصل، الناس لازم تعرف الحقيقه. يا دكتور انا هعمل ايه؟ زميل لينا وعضو نقابه اختفى ومحدش عارف راح فين، وبتقول لي هتعمل ايه؟ احنا كلنا هنعمل ايه؟ طبعا انت لوحدك ما تقدرش تعمل حاجه، لكن احنا كلنا مع بعض نقدر نعمل حاجه. اطلب اجتماع مجلس الاداره. يا زعيم بتتكلم عن واحد معتقل سياسي. لو اي حاجه بس تتصرفوا. لا ده موضوع كبير قوي ملناش دعوه احنا. مش الاعضاء دول لهم هو زي ما عليهم واجبات واجبات واجبات. اقول ايه بس؟ ما تقوليش ان اختفاء انسان من الوجود امر ما يهمش حد. ده كلام مش معقول، كلام سلبي. لما احنا يا مثقفين يا مهنيين نتصرف كده، امال الناس الغلابه يعملوا ايه؟ طبعا كل خايف. ما حدش قادر يفتح بقه، الخوف بقى شيء طبيعي. ما حدش قادر يتكلم، ما حدش قادر يقول حق. مين عارف هو فين دلوقتي؟ ميت ولا عايش؟ هيتعزل. محتاج لحد يسأل عليه. محتاج لحد جنبه.
بابا. على فين؟ هتمشى شوية، أنا اتضايقت من الحبسة دي. لا يا سعاد، مفيش خروج وإحنا اتفقنا على كده. وحسن قال إنك ما تخرجيش لوحدك أبدًا. وأنا مالي ومال حسن؟ أنا ما يهمنيش حسن، ما يهمنيش حد أبدًا. ولا أنا يا سعاد. بابا، أنا هروح وأرجع بسرعة. لا يا سعاد. أبوس إيديك، ارحمني. ربنا يخليك. ارحميني أنت يا بنتي. هما تضيعيش كل اللي تحملتيه لحد دلوقتي. أنت اتعذبتي وتحملتي كتير. لو صبرتي كمان كام يوم هتخلصي من الحباب ده للأبد. هخلص هخلص بس المرة دي وخلاص. الله. وبعدين معاكي مفيش خروج، فاهمة؟ المطلوب يا فندم. اسمك احمد حمدي، بتشتغل طبيب وكنت عضو اتحاد الطلبه وكان ليك نشاط سياسي قبل ما تتخرج، تمام؟ ايوه. ودلوقتي عضو في تنظيم سياسي بينادي بالتغيير وبيدبروا مؤامره لقلب نظام الحكم واختيار رئيس الجمهوريه. لا غلط. امال ايه الصح؟ احنا لما فتشنا بيتك وعيادتك لقينا منشورات سريه جاهزه للتوزيع، كلها دعوه للعنف والتخريب وقلب نظام الحكم وأوراق تثبت علاقتك بأفراد التنظيم. يا فندم أنا بيتي ما كانش فيه أي حاجة من الكلام ده. زملاءات في التنظيم اعترفوا عليك بالاسم. الدكتور خالد شعبان تعرفه؟ الدكتور خالد كان أستاذي في الكلية ومن الناحية دي يبقى زميلي وأعرفه طبعا. تمام. المدرس أحمد عماد تعرفه؟ ما أعرفوش. هو يعرفك واعترف إنه رئيس التنظيم والمكلف بإعداد المنشورات وكنت بتقوم حضرتك بتوزيعها، تمام؟ يا فندم أنا عماد ده عمري ما شفت ولا سمعت عنه ولا أعرفه. طيب، يبقى بقى مفيش داعي أقول بقية الأسماء، مش كده؟ لو كانت الأسماء زي عماد ده يبقى مفيش داعي يا فندم. أنت يظهر هتتعبنا يا دكتور. أبداً. انت مش خايف على نفسك؟ يا فندم الخوف بقى منتشر جدا الايام دي، بس انا ما عملتش حاجه تخوفني. اعترف. اعترف بايه؟ هات الاعتراف. امضي. انا امضي على حاجات ما اعرفهاش. حاجات عملتها ما تعرفهاش ازاي؟ مستحيل امضي على حاجات ما عملتهاش. سيجارة يا أخي؟ لا. أنت قريب جديد على المعتقل؟ مالكش دعوة. تعصب ليه؟
انت تعرفني؟ لا طب سيبني في حالي. انت اخوان ولا شيوعي؟ يهمك ايه؟ احب اعرف. تفرق ايه لو كنت اخوان ولا شيوعي؟ لا تفرق كتير يا استاذ. تفرق ايه في الجحيم اللي احنا فيه ده؟ عندك حق، كلنا في جهنم زي بعض. على رأي شوقي بيه كلنا في الهم شرب. سيبني في حالي بقى، الكلام بيسليني. لو كنت تسكت وتسيبني انام وارتاح يبقى كتر خيرك. التنظيم السري اللي اخوك الدكتور احمد عضو اساسي فيه. ما اعرفش حاجه عن التنظيم ده، ولا اعرف ان اخويا عضو في اي تنظيم سري. اخوك اعتقل قبل كده اكثر من مره. تمام، الكلام ده كان زمان وكان بسبب اشتراكه في المظاهرات زي غيره من الطلبه. يعني اخوك له نشاط سياسي قديم ومستمر فيه لغايه دلوقتي. تمام تمام. تعرف ايه عن النشاط ده ولا حاجه؟ مين الناس اللي كان اخوك على صله بيهم؟ ثلاث ارباع سكان مصر. اخويا دكتور ناجح عيادته دايما زحمه. انا اقصد اصحابه، الناس اللي بيزوروه اللي بتشوفهم معاه. بقول لسيادتك ايه؟ ما تسال احمد نفسه، هو ادرى باصحابه. انت يظهر مش مقدر خطوره موقف اخوك. كل اللي اعرفه ان اخويا اختفى فجاه، زي ما تكون الارض بلعته. اخوك ضيف عندنا هنا، متهم في قضيه خطيره عقوبتها الاعدام. أقدر أشوفه؟ طبعاً تقدر تشوفه وتتكلم معاه وتنقذه كمان. إزاي؟ لو تتعاون معايا وتتكلم تقدر تخلص أخوك من حبل المشنعة. أنا تحت أمرك. تمام، نعيد بقى التحقيق من الأول. سيادتك هتسألني نفس الأسئلة؟ طبعاً. هتسمع مني نفس الإجابة؟ أنا لازم أخرج يا بابا. مفيش خروج. أنا لازم أروح لنانا، أنا ماليش في الدنيا غيرك أنت وحسن، يخلصك نسيبه كده. وأنت يعني هتقدري تعملي إيه؟ نانا تقدر تتصرف، أعمل معروف يا بابا. يا سعاد يا بنتي أنا خايف عليك. بابا، أنت ما عندكش ثقة فيا. طب ورحمة ماما ما تخاف عليا. خلاص يا بنتي اخرجي. أنا واثق فيكي. ربنا معاكي. حسن ما عملش حاجة أبدا. محدش عارف خدوه ليه، محدش عارف حاجة أبدا. كلميني بصراحة يا سعاد. بقول لك من ساعة ما خدوه محدش عارف حاجة. يعني حصل أخوه أحمد. حسن مش زي أخوه. حسن حاجة وأحمد حاجة تانية خالص. هتساعديني يا نانا؟ لو في إيدي مش هتأخر يا سعاد. رفعت بيه؟ رفعت؟ و ورفعت هيعمل إيه؟ رفعت بيحبك وما يرفضلكيش طلب. وهاتي عندي عشان خاطر، عشان خاطر بابا كلميني. أيوه ساعديني. بس انا ما اقدرش اكلمه في حاجه زي دي يا سعاد. انا ماليش في الدنيا غير حسن، ارجوكي اذا كنت بتحبيني كلميني. معلش معلش عشان خاطر. حاضر حاضر. بقول لك خطر على امن الدوله. اوه يا رفعت والنبي ما تكبرش التهمه. الولد ده من يوم ما اعتقلنا اخوه وهو بيتكلم كتير وبيلسم وبيقول نكت، كان لازم يتربى عشان يبقى عبره لغيره. مش كفايه تربيه ولا هيفضل يتربى طول عمره؟ احنا اعتقلناه امبارح بس عشان خاطري انا عايزه حسن يخرج ويرجع لحبيبته سعاد. دي بنت طيبه قوي وغلبانه واللي فيها مكفيها، دي عيانه وابوها مشلول وهي ما بتشتغلش وبيحبوا بعض قوي وهيتجوزوا، وبعدين ما فيش تهمه غير انه اخو الدكتور احمد، فدي مش كنايه وهتبقى بجميله.
وهنقول له ما ينكتش. ما ينكتش. ينكت علينا. الله ينكت عليه. حازم القاضي اللي اسمه حسن حمدي خرجوه. هاتولي احمد عماد. هتشرب لما تعقل يا عماد. أنا اعترفت بكل اللي طلبته مني. مين أعضاء التنظيم اللي أنت رئيسه؟ أنا مش رئيس حاجة، ومعرفش حاجة عن التنظيم اللي بتتكلم عنه. أعضاء التنظيم اعترفوا إنك العقل المنظم وراسم كل خططه. مستحيل يعترفوا بشيء من الصحيح وكذب في كذب. الدكتور احمد حمدي اعترف ان شريكك في رسم خطه الشغب والتخريب لسلاح السلطات بالقوه. انا ما اعرفش حد اسمه احمد حمدي. ثابت عندنا انكم كنتوا زملاء ايام الدراسه وانك انت اللي جنته في التنظيم بتاعك. انا ما اعرفش حد اسمه احمد حمدي. هو اعترف، ما تعترفش انت ليه؟ انا ما اعرفش حد اسمه احمد حمدي. هتقول احمد حمدي. احمد حمدي اعترف عليك، ما تعترفش عليه ليه؟ ما اعرفش حد اسمه احمد حمدي. ما تبقاش جدع وتودي روحك في داهيه. هو يطلع. هاتوله الدكتور احمد حمدي. ميه. اشرب. هموت من العطش. ادي الدكتور احمد حمدي. عشان تصدق انه ضفنا. أنا ما أعرفش الراجل ده ولا عمري شفته إلا هنا. قول له أنت يا دكتور، عرفه بنفسك. فكره يا دكتور. ما أعرفوش. بص كويس. حقق. أنا متأكد إنك تعرفه. لا، ما أعرفوش. إيه يا دكتور؟ أنت مش عاوز تخرج من هنا ولا إيه؟ عايز أخرج طبعًا. خلاص، الفرصة بين إيديك. اعترف ان عماد هو رئيس التنظيم وانت تخرج. لكن انا معرفوش. اسمعوا، انا هديكوا فرصه انتوا الاثنين. اللي هيعترف هعتبر متعاون معايا، واللي مش هيعترف يبقى مش متعاون، وهنسيه اسمه قبل ما اشنقه. توني ميه، هموت من العطش. ميه، اشرب. اعترف وانت تشرب. قلت لك كل حاجه، ما عنديش حاجه اقولها لك. ميه المجرمين، ميه يا كفره. اسقوه يا كفره.
يا كفرة مية ساعة شربت يا عماد ولا تحب تشرب كمان ولا يمكن الدكتور أحمد يتكلم عشان يرحمك هتكلم أقول إيه تقول ان عماد هو رئيس التنظيم وهو العقل المدبر المؤامرة كلها مؤامرة ايه انا معرفش الراجل ده خالص اسقوه تاني يا كفرة مية ساعة مات يا فندم مات مات معلومات ان الجثه موجوده في مشرحه القصر العيني عايزين نعرف المعلومات دي صحيحه ولا لا احنا انتوا مين يا حسن ما تساليش اسئله كتير انت بتشتغلي في القصر العيني وممكن تخش المشرحه في اي وقت عايزين نعرف الجثه هناك ولا لا هتعملوا ايه هنسرق الجثه سرقوها ازاي دي طريقتنا احنا هنتصرف مستعده تيجي معايا ولا لا الليله اخر فرصه لينا قلت ايه
عندي ليك اخبار حلوه قوي يا دكتور. خير يا فندم. افراج. نعم. امرت بالافراج عنك وهتخرج دلوقتي حالا. بس مطلوب منك امضه صغيره على الورقه دي. ممكن اقراها؟ اتفضل يا ابني اقعد اقعد اقراها على مهلك. على مهلك. ايه ده يا فندم؟ مطلوب توقيعك كشاهد على ان المكتوب ده حصل. اشهد اني شفت معتقل بيهرب والحرس ضربوه بالنار ومات قدامي. وانك كشفت عليه بصفتك دكتور وامرت بتحويل جثته لمشرحة القصر العيني. انا؟ ايوه. ومين هو المعتقل ده؟ واحد ما تعرفوش انت، اسمه احمد عماد عبد الله، الله يرحمه بقى. العربية مستنياك بره يا دكتور، امضي بقى علشان تروح. ولا انت مبسوط عندنا هنا ومش عاوز تخرج؟ هقتلك ولو في آخر يوم من عمري. هقتلك. أنا حكمت عليك بالإعدام وهنفذ الحكم بإيديا. وبعدين يا احمد بقالك اكتر من جمعه مبلل وعمال تلف في الشوارع. والله يا فاطمه ما انا عارف انا بعمل ايه. متهيألي اني ساكن في العربيه، لا قادر اروح العياده ولا قادر اقعد في البيت، وبروح عشان انام ويا ريتني بقدر انام. طب وقف وقف العربيه، عايز اكلمك. عايز اشوفك وانا بكلمك. بصلي اسمع يا احمد، انا عندي اقتراح عشان تخلص من اللي انت فيه ده. نتجوز ونتلم. مش لما نلاقي شقه. لا يا سيدي، نتجوز عندك عند ماما، مش مهم. فكر فينا احنا بس، انا وانت. انا مش عايزه حاجه من الدنيا الا انت وبس يا ابو حميد. تحت امرك يا دكتوره. مين الناس دول يا عم؟ اصحاب. هو انت ليك اصحاب ما اعرفهمش؟ جايز. دول من التنظيم. في واحد منهم شفته قبل كده. انت رجعت تتصل بالناس دي تاني؟ انت ما اتصلت بيهم لما كنت انا في المعتقل. مش كفايه اللي جرالنا؟ ما هو عشان كل اللي جرالنا مش هقطع علاقتي بالتنظيم. يعني هتعمل ايه يا خي؟ هتغير الكون؟ هنتقم. هتنتقم من مين بس؟ من رفعت. تاني رفعت؟ وانا كل ما اكلمك تقول لي رفعت؟ رفعت قتل عماد قدام عينيا. عماد مات عشان ينقذ حياتي، وحياته مش هتروح هدر. رفعت ده مش الشر كله. رفعت ده ترس في عجله كلها شر وفساد. اذا قتلت رفعت هيطلع لك 1000 زيه. الا بقى اذا كنت عايز تقتله عشان قتل عماد فتبقى المساله شخصيه بحته. عماد مش مجرد صديق. عماد اصبح فكره، رمز. انت كان ممكن تكون عماد. لا ما كانش ممكن ابقى عماد، لان انا ورايا ظهر. عارف انا عرفت ايه بعد ما خرجت من المعتقل؟ إن أنا كلمت رفعت من تليفون أوضة ماما عشان يخرجني. أدي البلد اللي أنت بتتكلم عليها. مستقبل إنسان ومصير حياته يتحدد في أوضة نوم واحدة ست. وتقول لي بلد يا شيخ بالقرف. وبعدين بقى يا معلم في نكتك اللي هتوديك في ده. اسكتي، مش مرة تعلم. هرب. وفضل يجري 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 لحد ما وصل لغاية الحدود، وبعدين قفشوه على الحدود. قالوا له ايه يا تعلم؟ مالك خايف وبتجري هربان من ايه؟ قال لهم اصلهم بيقفشوا في الجمال وبيحبسوهم. قالوا طب وانت خايف من ايه؟ ما انت تعلم. قال لهم حلوني على مسبة ان انا مش كامل.
كلمتك كذا مرة عشان تسمعني كنت بتهرب. معلش أنا قلت لك قبل كده ظروفي كانت بتبقى صعبة شوية. طب أنا غنيت الليلة، لكن مستعدة أغني تاني عشان خاطرك. وأنا هيسعدني إن أنا أسمعك. كده؟ أوي. اسمعوا يا بنات، الظهر ان الجدع اللي هناك ده هو الجو الجديد بتاع المدام. بقالك كام يوم لا بتيجي ولا بتسأل، قلت اجيلك انا المستشفى. دول كلهم يمين يا حبيبتي.
النهارده الثالث. انا الحقيقه كنت ناوي افوت عليك النهارده. طبعا هتقول ايه غير كده؟ صدقيني يا بطل، بس كان في ظروف اقوى مني. لو كان عليا انا مش مهم، انما ماما هي اللي مشغوله. ايه مشغوله عليا؟ طبعا بعد سيادتك ما قلت لها انك مستعجل قوي وان انا مستعجله اكتر منك. اه ايه؟ فهمت يعني فهمت. يا سلام، هي دي الكلمة اللي ربنا فتح عليك بيها؟ فاطمة، أنا مضطر أجل الجواز شوية. إيه؟ غصب عني يا فاطمة. أنت فاهم بتقول إيه؟ أنا عايزك أنت اللي تفهميني وتثقي فيا وتقدري ظروفي. أقدر ظروفك إزاي وأنا مش عارفاها؟ ما أقدرش أقولها لك. كده؟ رفعت
بيحب نالا، تمام؟ تمام. وبيغير عليها، تمام؟ تمام. ومسيره هيعرف علاقتي بيها ومش هيسكت عليها، تمام؟ تمام. وهيضطر يواجهني، وهي دي الفرصة اللي بدور عليها، إننا نتقابل لوحدينا من غير حراس، من غير الفرسان التلاتة، راجل لراجل. انت بتلعب لعبة كبيرة قوي وخطر عليك. المثل بيقول اللي تغلبه العبه. بقولك ايه، ما تنسى حكاية الراجل ده بقى وتخلصنا من الموضوع ده. انسى ازاي؟ انت بتحمل نفسك فوق طاقتك يا احمد. انت فاكر نفسك مين؟ زعيم؟ انا مجرد واحد بيطلب الحريه لبلده وللناس. احمد، الحريه شيء جميل جدا وكلنا عايزين حريه، بس في حاجه لازم تعرفها، يوم ما تعتدي على حريه الاخرين هتفقد حريتك انت الاول. ومع ذلك انت حر يا اخي. صاحبك. Thank you.
والله زي ما بقول لك كده يا عم عفيفي، الكباريه كان مضلم اخر ضلمه من غير ست ساعات. لا مؤاخذه يعني الواحد جه كده بايده فاضيه ما لحقناش نقوم بالواجب. ست ساعات ايه اللي جابك هنا؟ الله انت مش قلت لي ابقى باجي لك في البيت؟ انا قلت لك انا مستنيه يا حسن، يظهر انك فهمت غلط. يظهر عن اذنكم. مش كنت تقعد تشرب فنجان قهوه يا ابني؟ معلش بقى يا عم عفيفي، اصل ورايا كام مشوار كده اقضيهم قبل ما اروح المحل. عن اذنك يا عسل. اتفضل. مؤاخذه انا متاسف قوي على الازعاج، بس انا جبت لك حاجه اخر مساء. سلام عليكم. معلش
الصور دي كلها بره. انا عايز صور من اياها جوه مش في الشوارع. حاضر. وعاوز تقرير كامل عن الجدع ده وتحركاته والناس اللي بيقابلها. حاضر. تمام. تمام يا فندم. اتفضل. مين المخلوق ده؟ ده واحد اعرفه. تعرفيه يعني ايه؟ وده سؤال ده رفعت. الله. طب واحنا؟ احنا كنا بنعرف بعض. كنا. انت تعرفيه من امتى الولد ده؟ الدكتور احمد بعرفه من زمان. يعني من زمان وانا مغفل؟ انا ما قلتش كده. عارفه ان الولد ده كان معتقل عندي؟ ما يهمنيش. انا عاوزك تقطعي علاقتك بالولد ده. لا تشوفيه ولا تقابليه ولا تكلميه حتى في التليفون. تمام؟ لا مش تمام يا رفعت. انت بتتحديني يا نوال؟ اتحداك؟ وانا مجنونه عشان اتحداك؟ انا ست غلبانه وقلت الحيله، وانت راجل قادر ما بترحمش. انت عارفه جزاء اللي يخوني ايه؟ انا ما خنتكش. انا لحد دلوقتي علاقتي باحمد نظيفه وشريفه، وانا مستعده احلف لك على المصحف ان احمد عمره ما لمسني وعمره ما طلب مني حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي. لكن الصور دي ما بتقولش كده. وما بتقولش غير كده. انا ما بنكرش ان انا خرجت مع احمد واتفسحت معاه، لكن اكتر من كده مفيش. خلاص يا حبيبتي انسي الحكايه دي كلها وانا هنساها. انا كمان انا مصدقك. مصدقك. انا بحبك. انا قلت لك لا يا رفعت. انت بتحبني حب الاول الضعيف، بتحبني غصب عني برضايه من غير رضايه، بتحبني بتحبني وانت حاطط البندقيه في ظهري. بتقولي كده دلوقتي بعد كل اللي عملته معاكي؟ انا اللي وقفت جنبك، انا اللي مشيت كلمتك ومصالحك على اكبر شنبات في البلد. لولا يا انا كنت زمانك بنت من بنات الكباريهات لا هنا ولا هناك لغايه دلوقتي. انا ما نسيتش. وتقدر تعايرني زي ما انت عايز، لكن ما تقدرش تشتريني وتخليني عبد عندك. احبك غصب عني لا. انا حر، احب اللي يعجبني. الو. اهلا دكتور احمد. لا لا ما فيش حاجه. لا بس متضايقه شويه. ايوه ايوه يا احمد. اسمع انت لازم تمر عليا ليله في الصاله ضروري ضروري يا احمد. مع السلامه. احمد عامل كده نفسك كده ليه؟ عشان ما حدش يعرف وانا جاي لك. ليه؟ رفعت ورجالته ورايا خطوه بخطوه. انا كنت عاوزك عشان كده. رفعت ناوي لك على نية وحشة قوي، والمصيبة ان كل ده بسببي مش عارفة اعمل ايه. انت خايفة عليا يا نانا؟ طبعا يا احمد. رفعت ده راجل متوحش محدش يعرفه قدي. انا كمان اعرفه كويس، ما تخفيش عليا. بس انت ذنبك ايه تقع مع راجل مفتري بالشكل ده؟ عشان بحبك. صحيح يا احمد بتحبني؟ انا مستعد اواجه الف واحد زي رفعت عشان بحبك. بس انا عاوزك تبعد عن مصر شوية لحد ما اصفي حكايتي مع رفعت. أنا لو بعدت عن مصر يمكن أموت. بعد الشهر عمري ما تصورت إن في الدنيا قوة تقدر تبعدني عن مصر. خلي بالك أنت من نفسك وسيبيني أتصرف. هتعمل إيه؟ دي لعبتي بقى. وعلى قد ما هكون بعيد عن إيدين رفعت هفضل قريب منك طول الوقت يا ست الكل. أنا هسيبك دلوقتي وبعدين هتصل بيكي. اهلا انا تحت ابو روح. اهلا اهلا يا دكتور. ازيك يا بابا؟ اتفضل اتفضل. مع السلامه. شايفين احسن بيه ربنا يخليك هنا بيه. مش فارقين. اي خدمه يا استاذ. اشكرك نظره يا ابو علي. حاجه سهله يا دكتور. ازيك يا بابا؟ ازيك. الله الله. ايه مالك يا بابا؟ ايه ده؟ دموع حقيقي دي ولا ايه؟
من فضلك توصل له الحاجات دي. ومين؟ أخوك. وإيه الحاجات دي؟ وبعتبرها انتهت خلاص. ليه؟ الأسباب عندي. اتفضل. كلمت يا احمد؟ انا ما اعرفش حد اسمه احمد. كل شيء انتهى خلاص يا حسن. على اسمك. استني بس يا فندم. بس ارجوك يا حسن، انا مش عايز اتكلم في الموضوع. طب وصل له الحاجات دي وبس. طب يا بطه بس. انت مين؟ احمد موجود. عايز مين؟ الدكتور احمد موجود. دكتور مين؟ انا اخويا يا اخي. يا فندم رايح فين؟ بقول لك اخوك. اخويا يا عم سيد. هات يا عم سيد اعمل لنا كوبايتين شاي. شاي جاهز. اهلا يا ابو علي. فاطمه جات لي ورجعت الشبكه. سابت لي الصور دي. انت بقى ناوي تفضل هربان كده لغايه امتى؟ المعركه ابتدت. معركه ايه بس؟ رفعت منصور. هو انا كل ما اكلمك تقول لي رفعت منصور؟ رفعت منصور هو اللي مصور الصور دي وهو اللي باعتها لفاطمه. انا عملت وياه حركه مع نانا بيردها لي لفاطمه. يعني زي ما نكون بنلعب دور شطرنج. خد بقى انه ضيعك في الحركه الجايه. مش مهم. المهم ان فينا واحد هيقتل التاني. اتفضلوا. فين يا حبيبتي لحد دلوقتي؟ كنت بتمشى. فين؟ في الشارع. في الشارع؟ لوحدك؟ ايوه. في ايه؟ ماما انا رجعت الدبله والشبكه لاحمد. ليه يا بنتي كفى الله الشر؟ مش عايزاه. مش عايزاه. مش عايزاه. ايه اللي حصل يا بنتي؟ طمنيني. فهميني بس يا فاطمه. حصل ايه يا حبيبتي؟ اهلا ست فاطمه. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ. انا صحتك من النوم ولا ايه؟ لا والله ابدا، انا كنت لسه داخل انام. اصل السهره اللي نادي يعني طولت شويه. يظهر الدكتور احمد لسه نايم. لا ده احمد مش هنا. لحق يخرج؟ ده انا جايه بدري مخصوص عشان الحقه. والحقيقه احمد ما بيبانش هنا اليومين دول. ليه؟ ظروف بقى. هي دي الظروف يا استاذ حسن؟ هي فاطمه قالت لك؟ لا اتفضلي. لا فاطمه ما قالتليش حاجه. انا لقيت الصوره دي في مكتبها في البيت، عشان كده جيت لاخوك اشوف ايه الحكايه. ازاي يفسخوا الخطوبه كده من ورايا؟ مش كان لازم يجيلي الاول؟ مش واجب برضه ولا ايه يا استاذ حسن؟ طبعا حضرتك عندك حق، انما الموضوع اصله من زي ما حضرتك فاهمه. دي فاطمه هي اللي فسخت الخطوبه مش احمد. اجيب لحضرتك شاي؟ طبعا. لا متشكرة طبعا، دي أبسط حاجة كان لازم تعملها بعد ما تشوف صورة زي دي يا أستاذ حسن. الصور دي ليها حكاية تانية مش زي ما حضرتك فاهمة. طب ما تفهمني حضرتك إيه الحكاية بالظبط؟ للأسف مش هقدر أقول لك حاجة، أحمد هو اللي يقدر يقول لك على كل حاجة. وأنا هجيب أحمد منين دلوقتي؟ ده سايب بيته وعيادته وغرقان في العسل مع الست اللي معاه في الصورة. أحمد سايب بيته وعيادته وحياته كلها علشان هربان، مضطر يختفي شوية وإلا يتعرض للموت. احمد غرقان في الخطر مش العسل زي ما حضرتك بتقولي. كل ده عشان خاطر الست دي؟ لا طبعا، عشان حاجه اهم بكتير قوي من الست دي. امال ايه حكايتها؟ يعني تقدري تقولي انه مطب وقع فيه وهو ماشي في طريقه، لكن انا عارف ومتاكد انها ملهاش اي تاثير عليه ولا على الحب الفاطمه. تبقى مين الست دي؟ دي واحده اسمها نانا صاحبه صاحب. هي دي؟
لا لا ابدا. طب يا استاذ حسن متشكره قوي. مع السلامه. وعشان كده انا حافضل اقول
على كيف كيفي احب مطرح قلبي ما يتم وانا قلبي لما يحب اغرق وياه في الحب واخلص ما اعرفش على كيف كيفي احب على كيف كيفي احب على كيف كيفي احب مطرح قلبي ما يتم شوية صبر مصيره يكسب الحب هو الحرية بس الحرية دي ليها حدود وتفيد بيه الحرية إذا كان ما فيش للحب وجود لو عرفوا الناس الحب زي ما قلبي أنا بيحب لو عرفوا الناس الحب زي ما قلبي انا بيحب دنيا خليني دنيا خليني كانت العداوة مع الجراح يخسر لونها وتبقى سماح وبالمحبة مش بالكلام نفرش حياتنا حب وسلام نفرش حياتنا حب وسلام حب وسلام حب وسلام حب وسلام حب وسلام حب وسلام عليهم ما لقيتهمش كنت حموت كنت حموت نفسي اوس ايدك فاطمه اتخطفت يا ست نوال يعني قبضوا عليها من قدام الباب ورموها في عربيه سودا زي ما قبضوا على الدكتور احمد قبل كده الله يسترك خليني اقابله بس اقول له ان انا عايز اقابله في حاجه مهمه قلت لك ثانيه واحده حاضر ايه في ايه ايه الدوشه دي دي يا فندم لانها بتجري في الجنينه وعامله دوشه مصممه تقابل سيادتك تحب نتصرف معاها لا 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 اتفضل تجننتي غصب عني يا رفعت
تعرف انا جيت لك ليه هتعذرني. ليه؟ الدكتورة فاطمة عبد الرحمن اللي رجالتك قبضوا عليها النهاردة من قدام بيتها. ملا بنتي، بنتي يا رفعت. بنتك ازاي؟ وانت دايرة مع الواد اللي كان هيتجوزها؟ دي حكاية طويلة، أنا معرفش إنها بنتي إلا النهاردة. وعايزة مني إيه؟ أبوس إيديك يا رفعت. خرج فاطمة من جهنم اللي رميتها فيه وحطني أنا بدلها. فاطمة ملهاش ذنب. أرجوك أبوس إيديك، أبوس رجليك. ارحم شبابها ومستقبلها ورجعها لبيتها ولأمها. أنهي بيت وأنهي أم؟ بيتها اللي اتربت فيه لحد ما بقت دكتورة. أمها اللي ربتها وشالت همها طول عمرها. أنا عارفة إن مش ممكن أظهر في حياتها وأضيع مستقبلها. كفاية إني لقيتها وإني أقدر أشوفها ولو من بعيد. أوصيك لك يا رفعت. قومي يا نانا، قومي. لا، أنا هفضل تحت رجلك لحد ما تقبر بكروك بنتي. وبعد كده ترجعي تتملعني وتتنمرضي عليا تاني. أنا هفضل خدمتك وتحت أمرك طول العمر، بس أمر بخرج بنتي. أبوس رجليك يا رفعت، أبوس. رفعت، أنت عندك ضيوف ولا إيه؟ لا، دي ست غلبانة جاية تتظلم. اتفضلي يا ست، اتفضلي. الله يسترك يا سعادة البيت. خلاص، مع السلامة. اطلعي. المطلوبة الدكتورة فاطمة عبد الرحمن جدع. أيوة. احنا آسفين يا دكتورة، احنا جبناكي هنا غلط وعشان كده هتروحي حالك. هو الوقت وخري لكن أحسن ما تباتي هنا. وصلوها يا ولاد، مع السلامة. ليه جايز تطرديني؟ ليه؟ عملت ايه؟ انا لسه ما عملتش حاجة، بس مش هيطلع النهار الا لما هيدي الدنيا وقت الرفعت ووعيته. تقتله؟ ايوه، بعد رجالته خطفوا فاطمة. انا اسف. انا عارف اني تصرفت معاكي تصرف حقير، كنت عايز اوصل لرفعت، كنت عايز اوصل له باي وسيله. انا عمري ما حبيت حد غير فاطمه، وانت ما يرضيكيش ان بنت بريئه تتعذب وتترمي في زنزانه بيتحكم فيها واحد زي رفعت. اعمل ايه؟ انت اللي تقدري تنقذيه. كلميه واقنعيني انه يرجع فاطمه لاهلها، وانا مستعد اسلم نفسي، مستعد احط رقبتي بايديا في حبل المشنقه، بس يرجع فاطمه لاهلها. انت كده بتحب فاطمه؟ سامحيني. ايوه. ايوه بحبها. عملت ايه؟ خلاص، انا رحت بنفسي وافرجت عنها.
هو انا عندي اعز بالنانا؟ صحيح يا رفعت. خلاص يا ستي خلاص. انا رحت بنفسي وافرجت عنها. بنتك الدكتوره فاطمه زمانها في بيتها دلوقتي ونايمه كمان. صحيح يا رفعت عملت كده. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ هاتي التليفون. الو دكتورة فاطمة؟ تحبي تكلميها؟ لا 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 فاطمة مش لازم تعرف ان امها. اتكلم. ايوه انا رفعت، احنا اسفين على اللي حصل ده. معلش تصبحي على خير. ايه رايك بقى؟ مش هستاهل حاجة حلوة؟ نبتدي بكاس ويسكي. نبتدي. اشربي معايا. هشرب. تمام. انت دلوقتي